كل سنة حضراتكم طيبين مرة تانية ودايما. يمكن أنا قلت في الأول ده إحنا بنقول كل سنة طيبين لكل الإنسانية، مش لمصر بس ولا الدول العربية، لكل الإنسانية. مش هننسى في العيد بالتأكيد الإخوة، إحنا دايما كنا إحنا وسوريا كنا ولا نزال إخوات، كنا دايما شعب واحد في فترة من الفترات، بالتأكيد كنا في حالة من الاتحاد، بس احنا متحدين كشعوب أكتر، يعني احنا دايما ما بنبصش للقيادات والسياسية والكلام ده، لكن الشعوب شعب واحد، وخصوصا احنا وسوريا في رابطة خاصة جدا. ويمكن يصدقني أكتر اللي زار سوريا في فترة من الفترات، أنا كان ليا الحظ إن أنا رحت هناك كتير قوي، وليا أصدقاء كتير جدا جدا جدا، فعلا في حالة خاصة جدا جدا بيننا مصريين والسوريين. فرحة سوريا أكيد مش هننساها في أيام العيد كل سنة، وكل سوري طيب بالتأكيد سوريا بتعيش أيام دلوقتي صعبة جدا، يا رب. وندعي في الأيام المفترجة دي أن ربنا إن شاء الله إن شاء الله يحل هذه المشكلة، ونلاقي شعب سوريا مرة تانية، ونلاقي سوريا عامرة بأهلها، وكل واحد برا سوريا يرجع لبلده. بس برضو بنأكد مرة تانية السوريين، ويمكن إحنا البلد الوحيد إحنا بنأكد على ده، السوريين موجودين في مصر مش لاجئين، هم في بلدهم النهاردة، إحنا بنعيد معاهم، نقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، وده من خلال وجودنا النهاردة مع حضراتكم وفريق فرحة سوريا. فرحة سوريا دي مبادرة شبابية، هدف المبادرة دي زرع الفرحة في قلوب السوريين الموجودين في مصر، أكيد مرة تانية بيعيشوا أيام صعبة جدا جدا جدا، لكن كلهم تحدي، كلهم إصرار إن هو المرحلة دي تعدي، وإن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية يكونوا بيحتفلوا في بيتهم في سوريا، في نفس الوقت طبعا ضيوف عندنا او من اهلنا طبعا في مصر. احنا فرحة العيد مش هننساهم، وهنعيش معاهم النهاردة بصوت او باصوات سورية. قررنا عشان كده النهاردة يبقى لنا فقرة خاصة هنفرح معاهم، ونعرف هم بيعيدوا ازاي، ايه النشاطات اللي بيعملوها، ايه الاوجه الشبه بيننا وبينهم، هل في تشابه في العيد في مصر وفي سوريا ولا لا، الانشاد الديني عندهم شكله ايه، هو نفس الانشاد الديني عندنا ولا ايه اللي مختلف. هنعرف النهاردة كل ده من ضيوفنا اللي بيشرفونا في الاستوديو، الاستاذ شاهر رجوب مؤسس ومدير فرقة فرحة سوريا. اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب، وكل السوريين يا رب، وكل البني ادمين والانسانية كلها بخير. اهلا بيك، طيبين ومصر بخير ان شاء الله، ربنا يخليك. وطبعا الاستاذ والفنان عدنان الساسة منشد سوري، هتقول لنا بقى كل حاجه، كل حاجه في الانشاد السوري. كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ونعاد الامه الاسلاميه والانسانيه مثل ما قالت كل خير ان شاء الله. مره تانية باكد انتم في بلدكم، احنا كلنا بنعيد بالتاكيد في ظروف صعبه، بس السنه الجايه ان شاء الله يا رب يبقى الدعوه منكم لينا في سوريا نعيد هناك. هذا نشرف ان شاء الله، شرف يا كبير رب ان شاء الله نشرف فيكم. خلينا نبتدي مع حضرتك استاذ عامر، استاذ شاهر. الاول طبعا كل سنه وانتم طيبين، ونعرف المبادره دي طلعت ازاي، ان احنا اكتشاف مواهب، وان احنا نعمل حاله خاصه احتفاليه لكل السوريين الموجودين في مصر. طبعا فريق فرحة سوريا تم تاسيسه بشهر مارس 2013. هذا الفريق هي مبادرة شبابية، مجموعة من الشباب والبنات السوريين، حاولنا نعمل مجتمع سوري بسيط نقدر نزرع الفرح بقلوب الناس من خلال أنشطة كتير متعددة من قيمة للسوريين الموجودين في جمهورية مصر العربية. طبعا من خلال احتفاليات، من خلال نشاطات، رحلات للأطفال، رحلات للجالية السورية، بالإضافة لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات السوريات اللي غير قادرين على العمل، واللي ما عندهم مصدر دخل، اللي إجوا بدون معيل لهون على مصر، بالإضافة كمان للأطفال المسربين من التعليم، في أطفال كتير هون مسربين من التعليم، ونحن عم نحاول إنه نتواصل مع المدارس اللي بتقدر تستقبل هدول الأطفال لحتى ندخلهم الفرح ويقدروا يكملوا تعليمهم هون بجمهورية مصر العربية. فالفريق يعني بقاله قائم من 2013 ونشاطاته. هتعملوا إيه في العيد؟ نحن في العيد عندنا ايفنتات بكون للاطفال، نعمل لهم ايفنت كبير بنجمع جميع الاطفال، بنجيب لهم العاب، هدايا بسيطه. احنا بنعمل لك دعايه ببلاش بقى، قول لنا فين علشان كل الاخوه السوريين الموجودين في مصر يتجهوا وييجوا يحتفلوا معانا. نحن بنركز على موضوع نحن الزيارات المنزليه، نحن في عندنا كثير اسر بمصر
موجودين ما عندهم أقارب ما عندهم أخوة طبعاً. فنحن من أساس العيد عندنا في سوريا نحن منزور بعض في أول يوم ثاني يوم فنحن فريق واحد سوريا حيقوم بهذا العيد إن شاء الله بإذن الله تعالى كل اثنين من أعضاء الفريق نطلع نزور هاي الأسرة حتى ندخلهم الفرح ونسمع يعني نسمع حكاية نحسسهم إنه إحنا جنبكم يعني حتى أنتوا ما في حدا معكم هون بمصر نحن أخواتكم نحن أهلكم نحن أولادكم إحنا بالتأكيد مرة تانية إحنا كمان أهلكم وإخواتكم أكيد وكل أسرة بقى سورية تستعد عشان في العيد هيلاقوا حد بيخبط عليهم جاي يقول لهم كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. على فكرة مش أنتوا بس إحنا كمان إحنا عايزين كل عيلة مصرية جيرانها عيلة سورية تخبط عليهم في العيد يحسوا انهم اهلهم يحسوا انهم قرايبهم يقول لهم كل سنه وانتم طيبين. اروح لحضرتك الفنان بقى الاستاذ عدنان، الانشاد الديني في سوريا عندكم مختلف عن الانشاد الديني في مصر ولا هو نفس الاجواء؟ لا هو يعني يتشابه مع الانشاد المصري اساسا. هو المدرسه كانت بسوريا المدرسه الانشاد الديني مدرسه مصريه وتركيه. الإنشاد الديني من خلال المقامات الشرقية التي تجمعنا كعرب وشرقيين ففي تعاطي جيد جدا بين يعني الثقافتين اللي اتحكيتي عنه. لكن احنا الإنشاد الديني تطور عندنا لأصبح لموضوع الاحتراف. الإنشاد الديني في مصر يعني بصراحة مهضوم الحق يعني إلى حد ما بس لا يعني إحنا عندنا مواسم ولسه يمكن حضرتك شفت طبعا كان معانا الفنان الكبير والمنشد الرائع استمتعنا معاه بشكل كبير الأستاذ عمرو التوني. لا إحنا عندنا إنشاد ديني ثقيل. لا أنا لا أقول إنه أنتم ما عندكم، أنا أقول مهضوم الحق يعني عندكم يمكن واخد مساحة أوسع مو مسلط عليه الضوء. يعني إحنا عندنا الفرح إنشاد ديني على الصعيد في العام كل المناسبات في بقى كل المناسبات دينية المنشد فقط. الديني والفرقة الإنشادية موجودة في كل فرح وترح. الله. فأنا مثلا في سوريا كان عندي مثلا في السنة 210 حفلات تقريبا 220 حفلة في فرق عندهم معدل يعني كل يوم كل لا أنا بكلمك معدل ناس في ناس في سوريا من الأساتذة المنشدين السوريين كان عندهم كل يوم حفلتين على معدل سنة أو 7 سنوات يعني نحن نحجز إلى سنة ما بعد. فكان الإنشاد الديني عند حاجة أساسية أي حد عايز يعمل أي حاجة لازم يكون في إنشاد ديني في مساحة وهذا اللي أقول عشان كده هو تطور أصبح له ملحنين أصبح له كتاب أصبح له أفكار جديدة دخل عليه الهارموني دخل عليه التوزيع الموسيقي فدخل عليه أشياء كثيرة لأنه تطور وله مساحة. طب إيه رأيك تسمعنا كده ونشوف عشان نشوف التطور ده شكله إيه؟ حاضر حاضر أسمعكم حاجة كده نذكر الناس في العيد بالفقراء ونذكر الناس إن شاء الله في رحمة المولى عز وجل يا رب ربنا يرحمنا. وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل وها أنا محتاج إليك وها أنا محتاج إليك فلا تك قاطعا حبال رجائي يا خير واصلي فرج كروب العالمين يا رب واحفظ علينا نعمة الإيمان واحفظ علينا نعمة الأمان. الله 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 احفظ علينا نعمة الإيمان والأمان يا رب يا رب في الأيام المفترجة دي يا رب يحفظ علينا النعمة. اللهم العيد في سوريا عندكم بقى مختلف
ولا نفس اللي احنا بنعمله؟ يعني انت اكيد عشت بقى هنا في مصر وشفت مظاهر العيد، في اختلاف في مظاهر العيد ولا هي نفسها؟ هلا بالعيد ما في اختلاف، يعني هلا بشهر رمضان الكريم اللي هو كان شهر خير على 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 مصر يا رب، وعلى كل على سوريا الدول ان شاء الله، يكون السنه القادمه نكون بسوريا، انت ترجع عنا ان شاء الله باذن الله تعالى. اكيد هلا بالعيد الله. ما في اختلاف، يعني مثل ما قلت لك، يعني حتى هون بمصر يعني العوائل المصريه متعودين انه يزوروا بعض في العيد، صله الرحم هاي موجوده يعني عن جميع الاسر المصريه، وحتى موجوده عن الاسر السوريه، يعني هاي الزيارات الاسر لبعضها شيء اساسي، يعني الاطفال تاخذيهم على اماكن نوادي مثلا، بس مثل ما قلت لك هون في اختلاف شوي هون بمصر، انه في نوادي كثير يعني متواجده، الملاهي عشان الاطفال يعني. مظاهر العيد عندكم ايه؟ ايه اللي بتعملوه؟ مظاهر العيد هلا باول يوم العيد صلاه العيد، بعدين ببيت الاسره اللي بيجمع كل الاسره مع بعض، الافطار، بعد الافطار زياره الاقارب، بعدين اول يوم دائما كمان في غداء مع بعض كل الاسره، بعدين يعني على الملاهي ممكن ناخذ اللي عنده اطفال ياخذ اطفاله على الملاهي بعدين، وهيك يعني هيك اجواء العيد عندنا. عندكم كحك وغريبه؟ طبعا عندنا كعك. هلا بالعيد نحن عندنا الحلويات الناشفه المعمول، بس انتم الكحك عندكم مختلف عنا. الكحك عندكم ما اعرفش، بس هو يعني هو طبعا الحلويات السوريه عشان ما حدش يفهمني، رائعه الجمال رائع. بس الكحك عندكم بيبقى يعني ناشف شويه، عندنا اللي اسمه كحك يبقى طري قوي وناعم قوي. أيوة. انتوا عندكم الكحك في اختلاف بانواع الحلويات. هلا في مثل ما قلت لك انواع الحلويات الغريبه، البرازي، البتفور، المعمول بالفستق الحلبي، المعمول بالعجوة. يعني هذا الفستق الحلبي المشهورة في مدينة حلب يعني. طبعا طبعا طبعا. طيب أرجع لحضرتك مرة تانية، الفنان عدنان والإنشاد الديني. حضرتك قلت لي ان هو دايما بيبقى متواجد في كل الاحتفالات، في كل يعني احنا مش بنتكلم بقى في شهر رمضان ولا في العيد، لكن لا كل حاجة له موسم. لكن في العيد بقى بيختلف، يعني في اماكن معينه، حفلات معينه، ولا بيبقى عادي زي ما حضرتك قلت بيبقى حجز طول السنه والحفلات شغاله؟ هو غالبا كان في موسم رمضان بيوقف موضوع الافراح والزواج وكذا. ما اكيد مش غالبا، ده لازم فبيبقى راحه. بعد العيد على طول في حجوزات يعني بتكون فيها زياده. لكن كنا احنا دائما بعد صلاه العيد كثير من المساجد كانت تعمل حفلات انشاد ديني مباركه للناس في العيد، فكنا نحن يعني مثلا في مسجد كذا او كذا او كذا، وحتى في على التلفزيون السوري احتفال عام في صلاة العيد، وبيبقى في منشدين وكلمات وكذا وكذا، فكان في احتفال عام في 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 موضوع العيد. وفي مساجد ثانية تأسست في هذا بقى، يكون مسجد يعمل احتفال وانشاد ديني وكذا، هذا الاحتفال الرسمي اللي فينا نقول. لكن في العيد لا، احتفال يعني بايام العيد لا ما فيش، الا انه يحصل مبادرة يعني معينة. عندنا في مصر هنا في ما يسمى، وخصوصا في المناطق البسيطة، يعني في ما يسمى بالمولد، تلاقي منطقة فيها ألعاب للأطفال، فيها كم بقى كبير من المسابقات وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت بيبقى فيها بقى دوائر ذكر وإنشاد ديني وكده، ده برضو موجود عندكم في سوريا؟ كان عندنا حاجة اسمها ساحات العيد نفسها يعني، بس من غير إنشاد. ساحة العيد إنشاد. أي ساحة موجودة في مناطق الشعبية بيجيبوا عليها مراجيح وكذا، بيعملوا بقى فرحة للعيد، لأنه سوريا ما فيها يعني ما فيها كثير مدن للألعاب، فكل حي بيشتركوا مع بعض، هذا عنده كذا بيشتغلوا، فبيعملوا أشياء للأطفال. لكن ما كان في مجال الذكر، لأنه المجال الذكر محصورة عندنا في التكايا والزوايا، ومحصورة عندنا دلوقتي. عايزين نسمع بقى مجال الذكر دلوقتي. سمعنا إيه؟ حاضر سمعك في الذكر إن شاء الله. حاجة مناجاة ولا تسمعوا؟ أنا مش عارف اللي انتوا عايزينه. احنا ملكك النهاردة ودننا احنا منظفينها وقاعدين علشان ايه، يعني ناخد منك شوية طاقة. عايزين بقى تسمعنا حاجة كده روحانية مختلفة. يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أب، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام،
إليك منك المهرب. أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر الغضاء نتقلب؟ ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك ترضى وفينا معذب؟ وحاشاك ترضى وفينا معذب. يا رب ربنا يرضينا كلنا. آمين. ربنا يفرحنا ويفرح قلوبنا جميعا. آمين. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم حالة من الرضا والحب وحالة من المشاعر الروحانية المختلفة النهاردة. احتفاء صباح أون، كل سنة وانتم طيبين. إليك من إليك منك المهرب. كلمات رائعة، كلمات مختلفة. يمكن زي ما ضيوفنا بيقولونا، إحنا يمكن عندنا في مصر الإنشاد بيبقى مرتبط بمناسبات دينية معينة. طبعا نحب إن إحنا نكون زي سوريا، الإنشاد عندنا موجود طول السنة، موجود في كل بيت، موجود في كل مناسبة وفي كل فرح، لأن بالتأكيد في حالة مختلفة جدا بتحصل جوه الواحد، في حالة من الغسيل الروحاني. الواحد بيطلع بطاقة إيجابية محبة للناس كلها أجمعين، بدون لا لون ولا دين ولا جنسية ولا أي حاجة. الحب بيبقى لله فقط اللي خلقنا كلنا. مرة تانية برحب بيكم، وكل سنة حضراتكم طيبين. وأرجع لك أستاذ شاهر، والعادات والتقاليد في العيد، يمكن اتكلمنا ان مفيش اختلاف قوي بين مصر وسوريا في الموضوع ده، لكن وانتوا هنا بقى اختلفت عادتكم؟ يعني طبعا اكيد انتوا كان في عادات معينه وانتوا قاعدين في سوريا، وانتوا هنا الموضوع اختلف عشان انتوا مش موجودين وسط اهلكم ومش موجودين في وسط بلدكم، ولا حاسين ان الموضوع عادي وفي نوع من الالتحام ده اللي احنا بنحاول طبعا نعمله دايما مع حضراتكم؟ طبعا هلا هون في عندنا اشياء، يعني ما انا موجوده هون بمصر، كانت موجوده بسوريا. زي ايه؟ افتقدتوا ايه؟ هلا على صعيد الاقارب طبعا، اكيد الاخوه أكيد. يعني نطلع نحن نزور اقاربنا موجودين بسوريا. هون يعني معظم العائلات، يعني الاقارب بيكونوا بدول مجاوره بسبب الحرب والازمه الموجوده بسوريا. يعني هذا الشيء فقدناه، بالاضافه كمان اول يوم العيد نقطة أساسية إنه إحنا نطلع نزور الأموات، يعني هذا شيء أساسي أول يوم العيد. ده مشترك على فكرة بيننا كل المصريين كده، إحنا أول يوم العيد بعد صلاة العيد نتجه على طول لزيارة هذا الشيء فقدناه. يعني أنا على مستوى الشخصي، يعني أنا أكثر من 4 سنوات ما قدرت أشوف أخواتي، ما قدرت أشوف أصدقائي. يعني إن شاء الله هيك الله يفرج علينا ونرجع لبلادنا. يعني يا رب. يعني شيء صعب إنه ما تقدر تشوف أخواتك بالعيد بالمناسبات، يعني اصدقائي. مين اكتر حد وحشك دلوقتي نفسك تشوفه وتاخده في حضنك او تاخده في حضنك وتقول له كل سنه وانت طيب؟ اختي. اختك موجوده الان في السعوديه. في السعوديه؟ ربنا يا رب يخليها لك. مشفتهاش بقالك قد ايه؟ 4 سنوات. طب يعني في السعوديه ما ممكن يبقى في بينكم وبين بعض زيارات؟ هلا ممكن بس بتعرفي انت موضوع التاشيرات هون بمصر، يعني شوي هذا عائق قدامنا عم يصير. يعني نحن اكثر تواصلنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق النت. يعني صوت الصوره هذا اكثر تواصل عن طريق الاعياد للسوريين، يعني عم نقدر نتواصل فيه. يعني ربنا يجمعكم يا رب في الخير. يا رب يجمعكم ان شاء الله. هيك الله يجمع السوريين دائما بعضهم. طبعا نحن هون مشكور الشعب المصري، يعني نحن ما بنحس كمان بهذا الموضوع. يعني انا صار لي اصدقاء كثير هون واخوه كثير، يعني في العيد على مدار 5 سنوات، يعني بما
في مجالي بفريق واحد سوريا من خلال تعاملنا مع المصريين والشباب اللي عم يقدروا يخدموا الجاليه السوريه. يعني صار في لنا اصدقاء كثير واحباء كثير، يعني عم يصير في زيارات مع بعضنا. يعني احنا عندنا جاليه سوريا، احنا عندنا اهل اكيد موجودين ان شاء الله تعالوا. هذا الشيء لمسناه ولا مجال الشكر بينا اصلا. اكيد اكيد كل سنه. هذا الشيء لمسناه يعني من خلال تعاملنا مع الشعب المصري العظيم اللي بنرفع له القبعه على الاستقبال اللي استقبلنا اياه. ده انتوا فوق راسنا، الله يوفقك يا رب. استاذ عدنان او الفنان عدنان، نفس السؤال، مين اللي انت نفسك مفتقده ونفسك تشوفه وتقول له كل سنه وانت طيب؟ انا مفتقد لبلدي كلها اكيد، لاني أكيد. انا علاقتي اكيد بوالدتي ووالدي واخواتي علاقه عميقه، بس انا مفتقد لبلدي كروح دمشق. يعني خليني احكي بتعصب شوي، من يعني الشام. ايه. دمشق دمشق فيها حالة روحانية عالية جدا لا تجديها في بالنسبة إلي، لأني أنا متعصب. لا احنا ما فيش بيننا تعصب. أنا آسف يعني، بس لا يعني طبعا أي يعني احنا بنحترم أي حد محب الوطن بالتأكيد. فأنا يعني مشتاق لبلدي، لأنه الحالة اللي أنا كنت أعيشها في بلدي وذكرياتي مرتبطة هناك. فأنا قد ما رحت وعملت أعياد في أي بلد تاني ما عندي السعادة اللي كنت أعيشها في بلدي، حتى ولو ما أنا بطلع يعني حتى لو أنا في بيتي بس يكفي ذلك. لأنه يعني إحنا بدمشق كنا عايشين حالة من السعادة اللي هلأ أتكلمت عليها، اللي هي السعادة الروحية التي لا تعادلها أي سعادة أخرى. الإنسان لما بيكون عايش طمأنينة بنفسه وبيكون مرتاح جدا، ممكن حالة ذكر أو حالة عبادة أو حالة كذا، فهي يعني لا توصف. وبالتالي إحنا هون كشخصي أنا فاقدها. كان في عنا أصدقاء مثل ما قلت نروح إلى الزوايا أو التكايا بس نقعد نذكر المولى عز وجل، الموضوع مختلف جدا. هي هذا اللي أشتاق له. طبعا المستوى الشخصي أشخاص بعينهم، أنا الحمد لله الله أكرمني، ويعني السلطات المصرية عملت قرار اللي هو أنه بيقدر الإنسان يستجلب أبوه أو أمه إلى مصر، هذول مشكورين جدا عليه. فأنا استجلبتهم من فترة وشفتهم وشافوني وكذا. لكن أنا برجع بقول لك على المستوى الشخصي أنا مشتاق للبلد نفسه، لشكله ولهوائه ولأشجاره وللسيران اللي احنا بنسميه نزهة عنه. احنا شعب عشان ايوه السيران، يعني اللي احنا بنسميه السيران اللي هو رحلة. الرحلة اللي احنا بسوريا ما في عنا شيء معقد. الفقير يدخل مكان الغني والغني يدخل مكان الفقير، ما في اشياء، ما في شيء اسمه مول غالي ومول رخيص. كلنا بناكل من نفس الفكره من نفس الوضع. فاحنا مثلا ممكن انا اخذ اصدقائي ونطلع على الغوطه الشرقيه وناخذ اكلاتنا ونقعد في المزرعه في الارض وناكل سعاده، يعني هاي الفكره. فانا مش يا رب قريب، يا رب قريب. يعني الحاله الجميله اللي انت وصفتها لنا واحنا كلنا تخيلناها وعشناها تعيشها يا رب قريب تاني، ترجع سوريا يا رب. امينه يا رب. طيب سمعنا بقى حاجه. حاضر، سمعكم حاجه كده بتحبوها اخواننا المصريين. والليلة عيد، الليلة عالدنيا سعيد، الليلة والليلة عيد، الليلة عالدنيا سعيد، الليلة والليلة عيد، الليلة والليلة عيد، الليلة عالدنيا سعيد، الليلة كم ليل بنوى وافاني الطبيب عياد واحتار بعلاج داي الما حوته عياد. كم نوبة فكر بذكر الماضي تعياد، كنا بصفانا كنا بشامنا نواصل ليلنا والضحى ونشاهد أنوار حسنك يا بدر والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين،
الفطر والضحى وأنا برؤياكم يا أهل مصر أرى كل الليالي عيان. الله يا أهل مصر ويا أهل سوريا ويا أهل كل الدول سواء بقى كانت عربية زي ما بنقول دايما كل الإنسانية يا أهل الإنسانية طبعاً كلها أكيد كل طبعاً سنة وإحنا طيبين وإنت طيبين إن شاء الله. طيب أرجع لك تاني ونتكلم بقى على إيه أكتر حاجة ممكن تكون اختلفت في حياتك دلوقتي وممكن تكون شفت موقف بقى. إحنا طبعا يمكن قلت في المقدمة العائلات السورية هنا إحنا تعلمنا منها التحدي والصبر والنجاح وسط كل الظروف اللي انتوا فيها لكن أثبتوا بشكل كبير جدا جدا أن انتوا قادرين على صنع المستحيل في بلدنا. إيه ممكن تحكي لنا حاجة كده توصل لنا بيها تجربة زي دي؟ لا نحن كفريق فرح سوريا ومعظم الشباب اللي بنشتغل مع بعض احنا عندنا شعارنا نحب الحياة ان نستطع اليها سبيلا. الله لا قول الشعار تاني على نحب الحياة ان لم نستطع اليها سبيلا. ان لم نستطع اليها سبيلا يعني احنا ما في شيء بوقف قدامنا رغم كل شيء عشناه بسوريا الحرب والدمار والتهجير اللي شفناه بسوريا ما وقفنا نحن مكتوفين العيادة. يعني جينا هنا مصر أسسنا أنا بالنسبة إلي بلشت من الصفر يعني حتى وصلت لحتى أسست هذا الفريق وعندي شغلي خاص أنا موظف في مدرسة سورية خاصة مسؤول النشاطات بهاي المدرسة. طبعا ما في شيء مستحيل أنت عم تشوف السوريين شغالين بالمطاعم بالمحلات الحلويات عم يسوي محلات الألبسة كمان من جديد كمان هذا الشيء يعني السور ما في شيء بوقف قدامه. تقول لكم يعني نشاط كمان مع الأطفال مش كده؟ لكن إنه نشاطات مع الأطفال نحن دائما نحن مركز على موضوع نحن معنا صور يا شباب ممكن ننزل بيها في صور مع الأطفال وفرحة الأطفال. نحن مركز على موضوع نقطة مهمة. الله نحن مركز على موضوع التكاتف بين السوريين والمصريين يعني التألف بين السوري والمصري. فنحن بس اللي احنا شايفينه على الشاشة دي كله هاي أطفال سوري. هاي أحد نشاطات الأطفال هون السوريين ومصريين نحن نحاول الطفل السوري يحتك مع الطفل المصري لأنه بدنا نساوي تألف بين المجتمع السوري والمجتمع المصري دائما نشاطات. هو التألف موجود بس احنا بنأكد عليه أكيد هذا الشيء. حتى الطفل في عنا أطفال كتير دخلوا على مصر أعمار سنة سنتين يعني فما بيعرف مصر شو هي فبنحاول نعرف على معالم وآثار مصر ناخذهم على القرية الفرعونية على الأهرامات حتى نعرفهم من هي مصر من هي أم الدنيا. أكتر حاجة حبيتها في مصر أكتر حاجة أنا فرحت لأنه جيت على مصر لأنه أنا بشجع الزمالك. أنت زملكاوي. أنا أكتر حاجة حبيتها في مصر أنه أنا جيت لأنه أنا بشجع الزمالك من أيام سوريا أنا. طب والله دي حاجة لطيفة جدا عندنا طبعا تحية طبعا لنادي الزمالك وعندنا مشجعين أهو في سوريا نادي الزمالك. طب أستاذ عدنان أخبارك إيه زملكاوي ولا أهلاوي؟ لا أنا ماليش في الكورة. مالكش في الكورة طب مفيش حد يشجع الأهلي بس عشان نعمل توازن الأهلاوية ما يزعلوش مننا النهاردة. هاي كمان الصورة عم نشوفها هاي نشاطات الفريق بعيد الأم. نحن كل سنة من 2013 لحد هاي السنة بنساوي احتفالية خاصة اسمها ست الكل بنجيب الأمهات السوريات والمصريات بنكرم الأمهات المكافحات. الله عليك. يعني الأم اللي عندها خمس أولاد وما عندها زوج يشتغل عم تقدر تشتغل تربي الأطفال تعلمهم هاي امرأة مكافحة فنحن بنكرمها قدام الأمهات بنساوي احتفاليات ضخمة على مستوى مصر يعني آخر احتفالية عملناها بشهر مارس كان معنا 350 أم سورية ومصرية كرمنا 35 أم عندهم قصص نجاح. الله الله من خلال الله. من خلال المشروع اللي نحن فاتحينه مشروعك معنا بيكبر هاي الأسرة السورية مثلا ست سورية ما أنا قادرة تشتغل أو ما أنا قادرة أطلع من البيت فهي عندها مهنة خاصة فيها مثل الخياطة فنحن بنجيب لها ماكينة خياطة لحتى تشتغل فيها وهذا الشغل نحن مروج له عن طريق النت فأحد الحالات صار عندها هلا مشغل من وراء ماكينة خياطة وصار شغل سيدات سوريات فنحن قدرنا نعمل لها مشروع بسيط وتشتغل فيه ويصير عندها مصدر دخل ما تحتاج أي حدا وما حدا يستغلها بهذه الظروف الصعبة. مش عارفه اقول لك ايه بس انتوا فعلا مصدر للطاقه الايجابيه ان شاء الله وفعلا كلكم بقى سواء الامهات اللي انت بتحكي لنا عليه او انت في حد ذاتك قصه نجاح ان شاء الله. احنا دائما متفائلين يمكن نطلع من الاستوديو ونرجع على سوريا باذن الله تعالى. يا رب قريب جدا. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل سنه حضراتكم طيبين واحتفاء صباح اون بالعيد.
بنواصل مع حضراتكم احتفالنا بعيد الفطر كل سنة واحنا كلنا طيبين. الجزء ده احتفاء واستمتاع ومشاركة مع شعبنا وشعب مش قادرة اقول شعب اخ، لان احنا مرة تانية احنا شعب واحد، احنا وسوريا دايما وللأبد هنكون شعب واحد كل سنة واحنا كلنا طيبين. اروح لحضرتك بقى فناننا الجميل والصوت الرائع، صوت الجبل الأستاذ عدنان، هتسمعنا ايه الاول عشان يعني نستغلك بأكبر قدر ممكن نستمتع؟ هنقول حاجة اسمها إذا مصر قالت نعم أيدوها للأستاذ وديع الصافي. الله الله اتفضل. طبعا اتفضل. إذا مصر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لاها فاسمعوها، فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب، إلى بيتها لجاء الأنبياء، وفرعون معجزة بالبناء، إلى بيتها لجاء الأنبياء، وفرعون معجزة بالبناء، وأوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا مصر آمنين. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا، ومصر العلا، ومصر العلا، وضمير العرب. الله الله عليك. مصر العلا وضمير العرب، يا رب دايما وربنا يجمعنا يا رب، ونرجع دايما إخوة، وأوطاننا أوطاننا تتحرر يا رب أمين. طيب عايز تقول إيه بقى يعني اللي ممكن ما سألتوش ليك النهاردة عايز تقوله في العيد؟ عايز رسالة ليك منك لأختك، هتقول لها ايه على الهواء؟ اكيد ممكن تبقى تتفرج، ابعت لها بقى خليها تتفرج علينا. أكيد. وعايز تقول لها ايه في العيد؟ هلا اول شيء بقول لها كل عام وانتم بخير، وان شاء الله هيك الله يجمعني فيكم وباصدقائي وباحبائي. بس انا يمكن رساله بدي اوجهها بختام الحلقه للشعب المصري اسمي باسم كل السوريين، بحب اقول للشعب المصري شكرا كثير على استقبالكم وحبكم للشعب السوري وتعاطفكم مع الشعب السوري، وهذا شيء ما حنساه ابدا، لانه الشعب الوحيد اللي عامل السوريين معاملة طيبة معاملة أخوية هو الشعب المصري، وهذا شهادة حق يعني نحن نقولها. أنت منورنا ومشرفين. الله يوفق. لا هذا الشيء عن تجارب يعني أصدقائي وأقاربي بدول مجاورة بالأردن بلبنان بتركيا ما بتعاملوا هاي المعاملة أبدا، فنحن ما حسينا أبدا أن نحن بوطن تاني، وطننا التاني هو مصر. أنا بقول كلمتين، سوريا يا قلبي ومصر يا روحي. الله الله عليك. بس هرجع تاني، انت كلمت او وجهت رساله للمصريين، جزيل الشكر طبعا طبعا، وانتوا فوق راسنا من فوق وكل سنه طيبين. عايزه رساله منك لاختك، قولها لها على الهواء. ايوه بص للكاميرا كده وكلمها، هي واقفه قدامك دلوقتي زي ما انت بتكلمها على الانترنت ولا على اي وسيله، عايزك تبص للكاميرا وتقول لها دلوقتي عايز تقول لها ايه. اشتقت لك. انا لا انا مش عايز الموضوع يقلب كده، احنا في عيد وكل سنه وانت طيب، احنا في عيد وكل سنه وانت طيب. انت هتقول لها كل سنه وانت طيبه، اطمن عليها ان شاء الله هيك الله يجمعنا فيكم يا رب قريب. اللهم امين يا رب امين. معلش انا اسفه لو كنت ضايقتك طبعا، لكن احنا في عيد وعايزك تعيد عليها مش اكتر ان شاء الله. هي عندها اولاد صغيرين ولا لا؟ لا لسه الله ما طعم لسه. طب ربنا يا رب يكرمها يا رب ان شاء الله. طيب استاذ عدنان حاضر، كلمه منك لاي حد انت عايزه، بعد كده كلمه منك لاهلك اقرب حد ليك، مش هحدد لك شخصيه. اول شيء انا بعايد يعني الشعب المصري بقول له ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله الله عز وجل يعني يجعل الكائدين او كيد الكائدين في نحرهم، ويجعل هذا الشعب دائما متوحد ومتضامن وبيحب بعضه، ويتعلم من دروس الاخرين، يتعلم من ما حصل من دول أخرى وتفرقت وتشرذمت،
فيحاول دائما يحاول يعني يحافظ على الوحدة اللي هو فيها. وبقول لبلدي الله يعني يفرج عنها يا رب وترجع سوريا كما كانت من قبل، يلي ما بتفرق بين أبيض وأسود وطويل وقصير وغني وفقير. طبعا. وبقول لأهلي كل عام انتم بخير وينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة، وإن شاء الله نلقاكم على خير وانتم بصحة وعافية. وبطلب من والدي الدعاء وبطلب من والدتي الدعاء وكل أصدقائنا وأحبابنا وكل من بيعرفنا أو ما بيعرفني بقول له كل عام انتم بخير. طيب، وحد بقى شخصي قريب منك؟ والله أنا بعيد. تقول لنا مين الأول؟ بعيد زوجتي بقول لها إن شاء الله كل عام انتم بخير وينعاد عليك بالصحة والسلامة. عندك أطفال؟ نعم. أي عندك مين بقى؟ عندي الحسن وليلاس ويوسف وتيم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يفرحك بيهم. قد إيه بقى؟ الحسن عمره 10 سنوات. ما شاء وليلاس 8 سنوات ويوسف 6 وتيم 5. دخلتهم مدارس؟ يوسف وليلاس وحسن في المدرسة. يوسف إن شاء الله السنة القادمة سنة أولى إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك لك فيهم. مرتاحين في المدارس هنا عادي وكل؟ لا الحمد لله، يعني ما فيش أي مشكلة. لا لا احنا احنا مثل ما قال الأستاذ الشاهر يعني احنا في مصر نعيش حالة من الرخاء مقارنة بغيرنا. طبعا أكيد. طبعا بالعكس احنا عشان في بلد يعني ساعدونا كثيرا ووقفوا إلى جانبنا كثيرا ويعني ما قصروا ابدا ابدا في اي شيء. يعني هنا دائما بيتهموا نفسهم بالتقصير، لكن اللي احنا بنشوفهم اننا على طول سباقين. ربنا يخليك. يعني ذلك فضل الله. هتقول ايه بقى لزوجتك الحبيبه في العيد؟ ان شاء الله بقول لك كل عام وانتم بخير وينعاد عليك بالصحه وبالسلامه، يعني وبشكر كثير على دائما وقفتها جنبي في الاوقات الصعبه اللي مرينا فيها. عملت لك كحك ولا لا؟ لا عملت لي معمول. ما برضو نعمل انواع الكحك برضو يعني. ما حلو المعمول ده، احنا بنحبه قوي هنا. انا زوجتي امه مصريه من الاسكندريه. والله ده انت كمان واخد الشعبين تماما. يعني انت بقى المثال اللي احنا بنتكلم عليه ان هو شعب واحد يعني. الحمد لله بالتاكيد. طب انا عايز اصالحك بقى يا استاذ شاهر، فقول لي بقى انت اللي تطلب اغنيه تسمعها عشان انا زعلتك. وانا ما يرضينيش ان انا زعلك. انا عايزك انت اللي تطلب بقى منه اغنيه بتحبها او انشاد حاجه معينه. استاذ عدنان بعد اذنك. عيوني لمصر، يعني الانشود اللي بنعملوها بالاحتفاليات للشعب المصري. اذا مصر انها بدنا حاجه انت بتحبها شخصيا. لك لا بعيدا بقى عن اي ارتباطات تانية ولا اي ابعاد، حاجه انت بتحبها شخصيا بتحب وانت قاعد في البيت كده تسمعها. بدنا اغنيه اهديها لخطيبتي. طب ده كلام برضه. انا خاطب. طب مش تقول لنا ان انت خاطب عشان نكلم خطيبتك على الهواء؟ لا انا خاطب جديد. ما توصلهاش كده رساله في العيد برضه صح؟ طيب حتى عايز تقول لها ايه؟ بقول لها كل عام وانتم بخير وان شاء الله هيك دائما احنا نكون مع بعض، نكمل حياتنا ونأسس اسره سوريه تقدر تخدم وطننا سوريا ان شاء الله باذن الله تعالى. وبتشكر كثير انه انا ضليت 9 شهور عم لاحقها لحتى قدرت اطلبها من اهلها. ايوه هو ده الشغل تمام. وطلبتها يعني انا قدام الناس، يعني قدام اكثر من 500 شخص طلبتها، قلت لها تجوزيني على سنه الله ورسوله وهي وافقت. يعني الله، دي قصه رومانسيه شديده. تعرفت عليها هنا في مصر؟ تعرفت عليها في مصر. طبعا شفت هاي بقى مصر وشها حلو عليك ازاي؟ حلوه. هي انه عرفتني على خطيبتي يعني، ومن محافظه ثانيه مش محافظتي يعني، محافظه دمشق يعني. الله، دي قصه حب اتولدت هنا في مصر بقى، وان شاء الله تتوج هنا وبعد كده نزوركم البيت ان شاء الله. فبوجه لها التحيه الى ولاهلها اللي هن اهلي صاروا، وان شاء الله هيك نكون مع بعض دائما مجموعين على الخير باذن الله تعالى. خلاص اطلب بقى اغنيه لخطيبتك بقى عشان نختم بيها دلوقتي. استاذ محمد عبد الوهاب بيقول حاجه اسمها اللي انكتب لي يا روحي معاك. الله الله، شكرا. اللي انكتب لي يا روحي معاك، ياللي شغلت البال وياكي. اللي انكتب لي يا روحي معاك، ياللي شغلت البال وياكي. لما سلمت عليا وخدت ايدك في ايديا، لما سلمت
عليا وخدت ايدك في ايديا، الفرح بان في عينيا والقلب سلم عليكي سلم عليكي. ده قال لك كلام خطيبتك دلوقتي. يقول لك اما سلمت عليا والقلب سلم عليكي، وكلام كبير جدا جدا يعني. كل سنه وانتم طيبين، شرفتونا فرحتونا، ويا رب دايما، وان شاء الله زي ما بنتكلم كده يا رب ان شاء الله السنه الجايه نحتفل معاكم في صلاه ان شاء الله. يا رب يا رب ناولهالنا ان شاء الله. بدك تأدمن لهذا البرنامج باذن الله تعالى، خلينا نسميه صباح القاهرة من دمشق بإذن الله تعالى. الله الله، نعمل حلقة يا جماعة، وعد إن شاء الله صباح القاهرة من دمشق بإذن الله تعالى. كل سنة وإحنا كلنا طيبين وأنتم طيبين. شرفتونا الأستاذ شاهر رجوب، مؤسس ومدير فريق فرحة سوريا، والأستاذ والفنان عدنان الساسة منشد سوري. شرفتونا ونورتونا، كل سنة وكل سوري في كل حتة في العالم بخير وطيب. شكرا لك. شكرا كثير. خلصت حلقتنا، لكن بالتأكيد فرحتنا ما خلصتش، احنا لسه في أول يوم عيد الفطر. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، بنأكد النهاردة كل العيلة تتجمع، كل الأبواب تتفتح على بعضها، عايزين زي زمان الأطباق تطلع وتنزل شايلة كحك وغريبة. مرة تانية نفتكر الناس اللي مش قادرة تجيب كحك، مش الناس اللي مش قادرة تحتفل بالعيد، طلع حاجة من دولابنا نوضبها ونغسلها ونكويها، ونقول للناس كل سنة وانتم طيبين، كل سنة حضرتك طيبين، ربنا يسعد أوقاتنا يا رب جميعا. كل سنة ومصر والدول العربية كلها وكل الإنسانية بخير. حلقة أعتقد كانت خاصة جدا جدا، واحتفاء صباح أون. كل سنة طيبين بالعيد. البركة وزيد، جانا العيد أبو جانا العيد، جانا